بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم بيكون درسنا على التأثيرات على الصور. الدرس شوي دسم ومحتاج إنكم تركزون معي شوي. أنا اخترت هالصورة ذي من النت وهي الصورة للراشد. ببدأ أسوي التأثيرات خطوة خطوة وأوريكم كيف الواحد يشتغل. أول خطوة راح أسويها إني بضغط ضغطتين وضغط أوكي هنا عشان أحرر القفل من الخلفية. ثاني خطوة بأكرر اللاير، هذا شيء تعرفونه. الخطوة اللي الحين تجي خطوة مهمة هو فلتر جديد راح نتعلم، واللي هو هاي باس. هاي باس الحين مثل ما تشوفون انه ما له اي تأثير ابد، يعني شوي معتم على الجو، لكن لو خليناه من 2 إلى 3 شوف كيف صاير. مثلا نخليه كذا 1.5، 1.5 والله كذا اوكي خلاص اوكي. الحين خرب علينا الصورة، لكن نقدر نستفيد منه شغلة ثانية. مثلا نغير المود حق اللاير ونخليه مثلا هارد لايت، ما راح تلاحظون اي تأثير. طيب جربوا الحين اخفوا العين، شفتوا كيف سواله شاربينج مثل ما تعلمنا قبل، بس بطريقة احترافية ما تأثر على الصورة. اوكي خلينا نكرر الحين مرة، وافضل خطوة كنترول جي عشان تكرر من نفسه 4 مرات مثلا. اوكي خلصنا، الحين نجي نكرر الخلفية الأصلية ونخفيها ونخفي واحدة احتياط. الحين نسوي كنترول شيفت اي او لاير ميرج فيزيبل، اللي هو ميرج اللي طالع، يعني اي واحدة فيها العين راح يدمجها مع بعض. خلصنا من الشغلة دي، نجي الشغلة الثانية وهي التحكم بالخلفية. خلونا الحين نجي نختار الخلفية مثلا هذا اللون ونعبيه، ما هو واضح لان هذه فوقه، فنجي الحين نسوي Alt ونضغط او Ctrl G. نجي الحين نلعب بالالوان، مثلا نلعب بالمود ونخلي نشوف شنو افضل شيء. نغير لما نطلع بنتيجة حلوة. مثلا كذا، لكن نضغط على كنترول يو ونخليها رصاصية كذا. ايوه افضل كذا افضل. نجي الحين نغير على راحتنا. اوكي كذا تمام. نجيب هذا اللاير ونحطه فوق هنا اول شيء ونخليه كلر، ليش؟ عشان يتلون بس، صير وظيفته الالوان. ونجي نخفف شوي الاضاءة حقت الالوان، خليها باهتة شوي، ونزيد على شو اسمه، نخليه غامق شوية كذا مثلا كذا. ليش؟ هذا هو اللايتنس اللي هو الاضاءة، لو لفينا يمين زادت الاضاءة، لفينا يسار قلت الاضاءة. انا بها كذا مثلا كذا. اوكي خلصنا. طيب انا ما ابي كذا، هنغلي البهت شوي، خلي شوية باهت. ايوه تقريبا كذا حلو. اوكي الحين كنترول شيفت اي عشان ندمج اللي محطوط عليهم العين مع بعض. نجي الحين نسوي كنترول اي عشان نحدد كامل، بعدين كنترول سي بالكيبورد عشان ننسخ. الحين نضغط على نيو، بنلاحظ ان
المساحة العرض والطول نفس اللي نسخناه هنا. اوكي الحين نزيد 300، نزيد 300 اللي هي تصير 700، وهذه تصير 800. اوكي نجي الحين نحاول نسوي مثل ما سوينا من قبل الدرس السابق اللي قبله، اللي خامة على السريع نفس الخامة نسوي نايف سيفتح بسرعة. اوكي add noise خلاص. الحين نجي نسحب هذا السحبي، طيب نجي نختار منطقة العمل، مثلا نخليها مثلا هيك. خلصنا الحين، الحين نبدأ نفكر بطريقة حلوة. أول شيء خلنا نكبر العمل عشان نشوفه مضبوط. أوكي نجي الحين نغير بالألوان، نشوف مثلا اللون هذا عجبنا، خلاص المود هذا عجبنا. أوكي نجي الحين نطبق خطوتنا، نختار أداة المساحة، نجي نختار من الفرش الجاهز اللي مثلا هذا، ونجي الحين نمسح، نمسح الأطراف خليها زي المساحة. أوكي أوكي كذا خليها شوية. أوكي أيوة. ممكن أكون مستعجل شوية عشان الدرس، بس أهم شيء إن الفكرة تكون واضحة. خلصنا هنا نخليه كذا. الحين نجي الكتابة، الكتابة طيب. الحين أنا بسوي باترن جديد، الباترن الجديد خلنا نسوي عمل جديد كنترول إن ونخليه 100 100. نجي نعبيه باللون الأسود. الحين دققوا معاي، نجي الحين نختار فرشة عادية، أطرافها عادية جدا، ونقول مثلا 19. طيب نجي الحين نضغط على كنترول R، ركزوا معي كنترول R، ونختار أداة التحديد. بعدين نجر نضغط هنا ضغطة، وحنا ضغطين على الماوس نجر على تحت ونخليها كذا. نجي الحين عند أداة الفرشاة، نضغط ضغطة هنا وضغطة هنا، خلصنا. نجي الحين على اليسار ونجر المسطرة ونخليها كذا، ونجر المسطرة ونخليها هنا. حل نجي بالنص هنا بينهم، نضغط ضغطة هنا، بعدين نجي ضغطة هنا وضغطة هنا عشان يصير متكامل. اوكي خلصنا الحين، نجي الحين نحاول نغطيهم مع بعض. وكذا نسوي ديفاين باترن مثل ما تعلمنا قبل، نسميه النقط البيضاء مثلا. نجي الحين نكتب اي شيء، هذا لنا راشد الماجد، نجي نختار خط، اي خط من الخطوط الموجودة عندي، وانتم بامكانكم تختارون اي خط تحبونه. شوف خط عجبني مثلا كذا. اوكي نجي الحين نحرر اللاير، لا ما حرر اول شيء، خلينا اختار خط، خلينا نكبر خط شوي بعد، خليه مثلا 102.
الحين نجي نحرره، نضيف اول شيء بتر، ونختار البتر اللي اضفناه الجديد اللي هو هذا. بعدين الحين لاحظوا كيف النقط صار كبيرة شوي. نجي عند سكيل ونخليه على اليسار لما تتصغر النقط. اوكي تصغرت، بعد نصغرها شوية. لا كذا تمام مساحة. اوكي كذا تمام، خلصنا تمام. نجي نضغط ضغطة، هذا الحين لاير كتابة، نضغط ضغطة تحته ونضغط لاير جديد، بعدها نضغط كنترول اي عشان ندمج مع بعض. صار الحين بدون تأثيرات، يعني لو نغير اي تأثير ما راح يضر لنا. هل نجي ننسخ اللاير الاصلي هذا ونحطه فوق، ومثل ما تعلمنا بدروس قبل كيف نسوي الشغلة دي سهلة اتوقع. نجي نغير نغير نغير, نغير ونطلع بنتيجة حلوة ان شاء الله. شوف ايوه دقيقة بس، غير بعد غيرنا هذا اوفر لاي، وهذا خلينا نشوف شيء حلو ثاني. طبعا كل واحد له حرية الاختيار، مو شرط. انا بس اوريك كمان طرق جديدة. نخفف اللاير شوية، اوكي كذا مثلا. والشغلة الثانية ما ادري ان شاء الله اني اضبطها اتذكرها، اللي هي شغلة بس دقيقة نودي هذا فوق. خليني الغيها ما يصير، اللي سويته تحت اللاير ما ضبطت. انا خلنا نخلي كابيتال صغر الخط شوي، خلي مثلا 60. اوكي الحين نحاول نغير بدات اللاير ونطلع شيء مناسب للتصميم. اوكي انا ما ادري ما مرت قبل كذا مثل اللاير، لكن ان شاء الله ان شاء الله إن المره هذه راح تفهمونه اكثر. خلينا نجي بس ما هو براضي يكتب ام الحين هو. طيب هذا ام ايوه. طيب اخيرا كتبنا. نجي عند بفل اند امبوس، نجي نختار سموث سايز، خليها مثلا كذا. اوكي اختار اي واحد من هنا عجبنا، مثلا هذا او هذا او هذا، نشوف اللي عجبنا نختاره. بعدين نسوي له اختار لونين حلوين شوية، مثلا خلونا نجي هنا اختار اللون الازرق. اوكي
اختار حد للكلام مثل ما تشوفون قدامكم تأثيرين للكتابة، كل واحد له تأثيره الخاص. طيب أنا عشان أكون عشان أخلي التصميم يطلع بشيء بشكل حلو، يعني تشوفون اللون شوي محتاج نعطيه شوية تقليل من الألوان قد ما نقدر. أوكي، وبكذا انتهينا من الدرس. صح انه طويل، لكن تعلمنا عدة اشياء، كيف نغير الصورة، كيف اننا نقدر نلعب فيها. انتم تقدرون يعني لو حابين تفلسون اكثر ممكن تكررون اللاير، تخلونه فوق الصورة حقت راشد اللي لعبنا فيها، تغيرون من اعدادات اللاير نفسه هذا حق الخامة لما تطلعون بنتيجة جديدة. انا ما جربت بس خلني اجرب قدامكم الحين. مثلا طلعت هذه، شفتوا كيف يعني هي كل ما تحاول كل ما تطلع بشيء حلو. شفتوا كيف مثلا واحد حاب يتفلسف خليها كذا، ممكن شفتوا كيف ما يخليها كذا كأنها مع التصميم. ممكن تلعبون فيها زي ما تحبون، يعني هذا طريقة اللعب في مود اللاير، هذا المود هي حلوة. يعني افضل طريقة انك الخلفية تكررها مرتين وتخلي الصورة بينهم وتلعب بينهم، هذا تخلي كذا هذا تخلي كذا، تطلعون نتائج حلوة. وان شاء الله ان الدرس عجبكم ولكم حرية التطبيق كل شيء تعلمتوه من الدرس. اللي احب اقوله هنا وابين لكم لما تعلمنا هنا، هذه المسطرة تفيدنا في صنع او وضع الاشياء بشكل متناسب، يعني بدونها ما راح نقدر نركز ونحطه بالضبط. يعني لو شلنا كذا، لو شلنا المسطرة ممكن نغير من نحط واحدة هنا واحدة تحت كذا يصير شكل عشوائي، لكن المسطرة طريقتها سهلة. يعني لو ما طلعت معاكم البكسل تقدرون تضغطون يمين تختارون بكسل، اي بعدها بكل بساطة تضغطون ضغطة فوق المسطرة وتنزلون تحت كذا بالماوس وتجرونها، وهنا ضغطة يسار وتجرونها، تبون ترجعونها نفس الحكاية تضغطون على هذه وترجعون ورا لم المسطرة وبس. وهذه الطريقة الوحيدة، واهم شيء اهم شيء ان المسطرة ما تقدرون تحكمون فيها الا بأداة التحريك. يعني اختار اي أداة ثانية ما راح نقدر نتحرك، ما قدر نتحكم فيه مثل ما تشوفون، لازم أداة التحريك. طريقة اخراجه كنترول ار، القاء كنترول ار، كنترول ار القاء، كنترول ار اخراجه. هذا كل ما في الدرس، وان شاء الله عجبكم ونشوفكم دروس قادمة باذن الله. في حفظ الله.